مش هتعمل زي اي اكل، لا حتى ميه شكل العجين، فقط حليب بالضبط يا ميه. ورا ما يدي 14 يدي ميه على تمن على لحم، هواي الناس ما يعرفون اللحم اللي يعني المهم للضبط. اول ما ينتقم عادي عادي يدي وكله لحم لحم تمن نعم العسل يتاخر لحد ما مر السنه، لان العسل خطر عليهم ما قال قال دون السنه. غير هذا يعني اكثر الاكل ياكله طفل وبطبيعي، يدي الدرجه بالكميه وبالنوعيه.